حقيقة البتة من شعار الإعلان اللي وجه لهذه الوقفة وهو صرخة السجون. صرخة السجون أطلقها المعتقلين في الحوض الجاف من أجل أهداف محددة. من أهم هذه الأهداف التي لا يريدون منها معتقلين في السجن الحوض الجاف هي ما يلي: أولاً الالتفات إلى حقوقهم، ثانياً لفت النظر عن المحاكمات التي يتعرضون لها، رابعاً التعرض إلى ما يتعرضون له من حرمان من التغذية ومن الصحة ومن العلاج، رابعاً يريدون أن يلفتوا نظر العالم والمنظمات الدولية إلى ما يتعرضون له بسبب هذا الاعتقال. ثانياً حقوق المعتقل. المعتقل حسب الاتفاقيات التي وقعت عليها حكومة البحرين، سواء كان العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، يتضمن ما يلي: أولاً حق المعتقل أنه أثناء الاعتقال أن يعرض عليه طلب الاعتقال وهو في أمر من النيابة العامة بالاعتقال، ثانياً أن يتصل بأهله خلال 48 ساعة ويعرفون أهله في وين هذا موجود. احنا طبعا هذه الاشياء نتكلم في الاشياء الدولية وما ينص عليه القانون البحريني، قانون العقوبات في البحرين وقانون الجزاءات ينص على هذه الامور، انه المعتقل ايضا يعرض على النيابة العامة خلال 48 ساعة بحضور محامي مع المعتقل، بحيث ان هذا المحامي يدافع عن هذا المعتقل. طبعا انا اتكلم عن تشريعات بحرينية موقع عليها حكومة البحرين، تشريعات في الدستور البحريني موجودة تطبق ما تطبق، طبعا هذا الأمر بتروح تفكركم تعرفون وش اللي يزور في الساحة. بالنسبة للمعتقلين، طبعا المعتقل من حقه أن يتصل في أهله خلال 48 ساعة حدد وين هو موجود أساس الأهل يطمئنون عليه. من حق المعتقل أيضا أن يعرض على الطبيب ويعرض ويحصل على العلاج اللازم. هذه كلها أمور يجب أن تتحقق للمعتقلين. بالنسبة لموضوع المعتقلين، الأهالي أيضا مسؤولين ومطلوب منهم دعم المعتقل. شلون ندعم هذا المعتقل؟ إذا كان هو طالب يجب أن ندعم هذا المعتقل بأن نحن نطالب أنه يواصل دراسته داخل السجن من خلال المنظمات الحقوقية أو الجمعيات الحقوقية، وهذا حدث طبعا مع الطلبة في الفترة الأخيرة من خلال ما قمنا به من حملة من أجل الضغط على وزارة التربية وعلى وزارة الداخلية من أجل الطلبة يقدمون امتحاناتهم. هذا أهم دعم تقدمون للطلبة. حتى المعتقلين يحتاجون لدعم منكم، يحتاجون لمساندة، يحتاجون لحملات إعلامية ووقفات تضامنية مثل هذه الوقفة. هذه كلها أمور مهمة. من أهم الأمور اللي يحتاجها المعتقل أيضا بعد أن أنت توثق حالته، مو بس يعتقل ولد وتترك في حالة، لازم تروح توثق الحالة في كل الجمعيات الحقوقية وفي بعض الجمعيات السياسية، توثق الحالة عشان تبرز ظلامة هذا المعتقل. وأنا لاحظت أنتم لما اعتقلوا أحد الشباب في منطقتكم وتعرضوا للضرب المبرح قبل 3 أسابيع أو 21 يوم أو شهر، أنا زرتهم دينين ولا واحد منهم يعني فلتوا في منطقة ثانية. طبعا صار اعلام كبير على هذا الحدث وهذا الاعلام فضح الانتهاك. فانت لما توثق الحاله وتبرز الانتهاكات اللي تعرض لها ابنك اثناء الاعتقال او اثناء السجن، هذه اهم شيء بالنسبه للامور الحقوقيه. احنا طبعا انا قريت الاعلام مالكم انه ان الشباب وراء السجن بيدبلون او شيء، لا هادلين ما بيدبلون ابدا، هادلين هم تاج راسنا، هم هذا العبق الحراك واحنا نقف معاهم، هم بيرفعوا راسنا. نفس ما الشهداء ضحوا، هادلين بعد ايضا ضحوا، لكن ضحوا من اجل ان نرفع راسنا بهم، ما بيتبلون ابدا. هادلين هم ريحانه الثوره وريحانه الحراك مالنا، فاحنا لازم نهتم بهذه الامور كلها. طبعا انا اشد على اياديكم كلكم واهالي المعتقلين، واحنا نقف معاهم وقفه بكل الجوانب، ولازم ندرس احتياجات أهالي المعتقلين وندعمهم بكل ما أوتينا من قوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.